هلو حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيف تمام حبايبنا؟ باقي 30 ثانيه ولا 20 ثانيه يا شباب. فارق باقي فارق شو بقى فارق وقت الفارق. المهم شباب، المهم خلطه غاسه شباب، متحمس كثير شباب. هذا الفاير باس راح ينزل حبايبنا الكرام، باقي شويه صغيره شباب. يجدد سولي تسجل تمن قبل بشهد المقطع حبايبنا الكرام. لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى الناس، ولا تنسونا باللايكات وشير وبرضاجات. خير افتح الفاير باس نشوف. ابلع يلا افتح. يا سلام عليك. ايوه يا جميل، ايوه سلطان وما سلطان. شو بسموا هذا السحر؟ راح يطلع هذا مثل اليم على الدين، وهذاك الجني فهمت علي نسيت. المهم حبيب والله، ايوه تمام يابو. حلو 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 حلو، موتور جديد حبيب والله. اوكي هسه خلينا نعمل تابل نشوف شباب، نفتح هذا الفاير باس. طبعا شباب انا شحنته مسبق. اوكي يا ستير، وخلينا نشوف هلا شباب. اوكي شباب، اول شيء شنبلش مع اليسار، عندنا هذا الموتور الجديد حبيبي والله. اوكي عندنا هون افاتار جديد، افاتار ثاني شباب الصفه يعني جديد. يعني والله شباب يعني ذكرنا باللدغه السامي، لا هذا ما اسمه اللدغه السامي عليه، بس في خربطه معلم. رسته اللعبه شباب، يلا يا اخي تعال رسته اللعبه يا حبيبي والله. ليتس جو يلا شباب. اوكي نتذكر الاسم شباب، شو كان اسم هذا الاسم؟ كان اسم، لا يا اخي لا لا لا، الاسم يجي هون على الفاير باس. اوه حتى شكل الفاير باس يكون على اليسار جدد شباب، والله شيء حلو. تذكركم بايام زمان شباب بالديسني لاند والعلاء الدين وهالاشياء القديمه شباب. اوكي شباب بالنسبه للتيشيرت شن نكمل على ايه؟ عندنا هذا التيشيرت نكمل مع بعض، نفس شفنا الافاتار، شفنا لبسه البنت، البانر هذا والله شباب شيء حلو، والله البانر حلو هذا باللوس. لبسه البنت حبيبي والله، هون عندنا الجاكيتة هاي والبنطال. والله يا شباب يعني صراحة يعني بذكركم مثل ما قلت لكم يعني شيء مثل ايام زمان شباب، طبعا جماعة التسعينات وفوق يعني اللي قبل اللي فهموا علي اكتبوا لنا بالتعليقات. اوكي عندنا الاسباس اللي جيت حبايبنا، عندنا الكنزة كمان شباب مثل ما انتم شايفين، التيشيرت، عندنا الحقيبة هاي قولي. اوكي شو اسمها؟ الكيس الجني المستدعي. اوكي حبيبي والله شيء باللوز، رح نجربها مع بعض بعد شوي. عندنا هذا بانر جديد لوز، ال هذا الرشاش تمام، الرقصة هلي. لا والله يا شباب شيء اسطوري صراحة، الرقصة باللوز فرج معي. لا 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 والله حلو، اقسم بالله شباب رقصة هي اسطورية والله. ايه تمام ايوه ايه 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 بالله كفو. هذا الدلاجة شباب والله، حتى الدلاجة شباب هذا هيك يا اخي والله. البنار كمان تمام، شوف نشوف كمان عندنا هذا نفس الحجر، اللوت بوكس والرشيلي شباب اللي بدنا اياه، السكين تبعه والمصباح السحري هون يا شباب طالع والله يعني معلم حزبة السلطان. شو الازور؟ اوكي يلا الان شباب رح ندخل نجرب شباب. طبعا شباب عشان نجرب كل اشياء لازم نشتري الشارات. اوكي مثل ما انتم شايفين شباب نشتري ابو الشارات هيك بشكل سريع عشان نجرب كلياتهم حبيبي والله. اعمل هيك شراء ابلع نستعمل حسنا. وين صار شو صار؟ اوكي طول بالك شباب، رح نعمل مشان ما نخربط شباب، عشان نحاول يعني مشان ما يعني نتخربط بالوضع، رح نختار يعني نختار الاشياء اللي نجربهم تمام. خلينا نعمل هيك، نشوف هاي هيك نعملها تزويد، نشوف شكلها كيف شكلها فوق حلو. هاي كمان تزويد شكلها شباب عشان نجربها بنفس الوقت شباب. مرات دائما شباب بنجربهم يعني وبننسى يعني ما بنفرجيكم كلياتهم تمام. عندنا هاي كمان تبعت البنت شفناها، عندنا هذا البنر حلو شكله باللوز حلو تمام. هذا الجسم هذا خلينا نشوف شكله باللعبة كيف شكله هذا الجسم. يا سلام عليك حبيبي والله. نرجع على الفاير باس نشوف هون، نرجع لهون. اوكي سكين البنت حبيبي والله، ندخل نجربه الان مباشره شباب. سكين البنت تعالوا نحن ندخل نجربه، نعمل حسنا نروح على سكين بنت ندخل نجربه شباب، ومن بعد نكمل بالباقيه شباب مرحله مرحله يا ساتر. اوكي هذا هو بالنسبه لسكين البنت يا ساتر، خلينا ندخل نشوف الوضع كيف شكله داخل اللعبه حبيبي والله. اوكي يا اساطير هذا هو اساطيرات، طبعا والله يعني اساطيرات الكل معلم البنات والشباب كلياتكم شباب، في كثير شباب يلعبوا سكين البنت كمان. اوكي شو حبايبي هذا بالنسبه للسكين البنت، طبعا صراحه يعني في تغير حلو شباب يعني من فاير باسات، في تحسن كثير حلو شباب ما انتم شايفين، يعني في الوان جديده تغير شباب، يعني هيك دخلنا في تيم ثاني يعني لوس. اوكي شباب خلينا نطلع الان ونجرب الاشياء الثانيه. ليتس جو
نحصل على البقية شوي شوي حبايبنا مثل ما قلت لكم. نرجع لهون، هدول راح ناخذهم بعد شوي ولا يهمكم. اوكي وين وصلنا؟ وصلنا هون حبايبنا الان. شو وين وصلنا؟ السباس هذا نحصل عليه لوز. شو بقى عندنا هون؟ شب هي الكنزة، هي التيشيرت كمان. عن الحقيبة راح ندخل نجرب عشان نعملها تزويد، عشان نجربها بعد شوي لما نجرب سكين الشب. اوكي البنر هذا، اوه شيت نسينا نعمل له تزويد. اوكي في بنر ثاني كمان، معلش ما في مشكلة. هذا البنر اوكي ناخذ هذا. اوكي نسينا الحقيبة الرقصة، تمام. عندنا هذا البنر ثاني بتار الثلاجة هي شباب، وانا سنعملها تزويد جربها بعد شوي. وشو كمان هون؟ خلصوا عنا هذا اللوت بوكس، عنا هون هاي والسكين. نجرب ابو السكين شباب، ندخل نجرب ابو السكين. عملوا فتح، عملوا نروح على البنر اللي اخذناه شباب، البنر والافاتار. وين هذا الحقيبة الظهر؟ عملنا تركيب الدلاجة هاي، الرايات الجديدة شباب. خلينا ندخل نشوف، ندخل هون تصريح النخبة شباب هون، يعني يم الباقي. وين هذا؟ لو كانوا يطلعون هاي هي، هذا هو الشكل الجديد الاخير يعني. وبالنسبه للافاتار الاخير وينه؟ نفس الشيء. خلينا نعمل هيك تصريح النخبه عشان ما نطول حبيبي. والله وينه 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 وين وين راح؟ في واحد جديد هون يكون. هذا هو؟ لا هذا هو امير الظلام. هذا هو والله شاب ما بعرف وينه 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 وينه. المهم حبايبنا اعتقد هذا هو. صرنا نتاكد شباب بشكل سريع. وينو 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 هذا؟ لا هذا العين، هذا هيك شكله، هذا هيك شكله. اوكي هيك لون ازرق. خلينا نشوف كيف راح يكون شكله مع هذا. صراحه راح بشكل سريع وما اللون الازرق. وينو وينو يا جميل وينك حبيبي؟ لازم شوف شباب نعمل هيك عشان ما نتخربط. تك تك مو هون. وينو الجميل هذا؟ وينو وينو هذا؟ هذا في هذا كمان والله، هذا طالع حلو شاب عليه. هذا كمان حصلنا عليه من شوي. وفي وين هذاك الثاني يا اخي؟ ما عاد يبين معي. لا والله صح شاب لك، هذا الافاتار كان وهذا البنر. اوكي لا خلاص مش حاجه بوضعنا اللوس، خلاص خلينا هيك باللوس هيك حلو. اوكي شاب لا شاب راح ندخل نشوف الرقصه. الرقصه ندخل نجرب الرقصه حبايبنا بشكل سريع. نجرب الرقصه والحقيبه يا بوي. وين الرقصه هي معلم؟ الرقصه وين؟ الرقصه وين؟ الرقصه وين؟ الرقصات راحوا. رسوم متحرك الرقصات. ايوه تعال معلم، تعال انزل تحت حبيبي. والله وين راهي الرقصه يا زلمه؟ انا عملت لها تزويد لازم تكون موجوده. لا ما هي موجوده معلم. وين يا زلمه؟ لازم ننزل لتحت ندور عليها يا اخي. هاي اللي كان هون. خلينا نحطها بمكان. هاي اولي اولي هلو. ايوه 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 تعال حضر سكن الشاب شباب. نغلط على كريستيانو، عادي نحط كريستيانو الشباب. ابلع هاي بالنسبه للجسم هذا حلو. لا لازم نشيلها هل 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 هاي شباب هيك راح نشيلها هي تبعت الفاير باس الرابع ولا الثاني ما اتذكر. لازم نشيلها شباب عشان هيك يعني نشوف كل شيء شباب. نشوف كل شيء، تعال هون شوف السكين بشكل جميل. تصبح الافضل يا اخي، حتى هذا المكياج كمان مخرب ابو الوضع معلي. ما عم نشوف الوضع. اوكي هيك اوكي شباب، هذا بالنسبه للسكين. كن الاسطوره شي باللوز، شي باللوز الحق مع الرقصة اللي على الشب. لا 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 ايه تمانو، يا سلام عليك. ندخل على التدريب شباب نشوف الوضع بالتدريب. لا لازم ندخل شباب نجرب السكين والتدريب ونجرب كل شيء مع الحقيبة ونجرب كل شيء مع بعضهم معلم. ليتس جو. اوكي الرقصة معلم، خلينا نشوف الرقصة من القرب. وقف شوي، نروح هي اللعيبة هي تروح. ايوه ايوه يا جميل ايوه. والله الشباب الصراحه شي باللوز. اوكي ندخل نجرب الحقيبه الشباب. هي الحقيبه كمان هي ليفل واحد، هي ليفل اثنين. السلام والله الشباب الصراحه من الحقيبات يعني. والله الصراحه هالمره عملوا حقيبه مو كبير، هالمره عملوا حقيبات صغار وشي باللوز على السريع. هاي ندخل نشوفوا المعلم عشان ما نطول عليكم اكثر من هيك حبايبنا. شوف كيف شكله باللعب هاي المصدر اللعب. اصبر شوي، يا سلام شوفوا الرقصة. لوز اللوز معلم. ايش مرتب؟ ايش مرتب؟ ايش مرتب؟ عم بضرب هذا يا زلمة. يخرب بيتك يا زلمة، تفرج على الرقصة الجديدة يخرب بيتك. اوكي معلم حبايبنا الكرام،
مرحبا طبعا عليكم اكثر من جديد زين جلته ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم يا ساتير. لا تنسونا باللايك والشير والبرتاجات وحبايبنا راح اختار ثلاث اشخاص من التعليقات حبايبنا سحبها شوي اللي وصل لهذه الدقيقه معناتها معلم انت راح تحط هذا تحطونا اي دي حلو تعليق حلو الشباب والف مبروك عليكم وسباقا شباب ثلاث اشخاص نختارهم من التعليقات شباب تعليق حلو يجيب لايكات حلو الله فهمت علي معلم الف مبروك مسبقا اوكي يا اساطير سو نشوفكم على خير السلام عليكم.